نشرة هامة لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريباً سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات، مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 48. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا خبير كيمياء بوزارة التربية والتعليم الأستاذة صفاء أحمد. مساء الخير يا مس. مساء النور. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. شرفتينا وتشرفينا كالعاده. ميرسي. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، لو عند حضرتك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك اتس اوكي اتفضلي. انا بحب اقول لكل طلابي طلبه الثانويه العامه، الثانويه العامه دي مرحله في حياتك، لازم يكون عندك حلم، لازم يكون عندك هدف، وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى هتقدر توصل لحلمك، وتعب شويه منك، والتعب مش كتير، لكن في النهايه هتقدر توصل، وانت قادر ان انت توصل ان شاء الله. حلقة موفقة إن شاء الله. تفضلي يا فندم. النهارده مع أولادنا إن شاء الله هنشرح التركيب الإلكتروني لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى، عناصر الـ 3D. العناصر هنا ليها تركيب إلكتروني، وإحنا بنقتص الـ 3D تبعا لمنهجنا. عناصر الـ 3D بنقول بتبتدي في الدورة الرابعة بعد عنصر الكالسيوم، بتبتدي بعنصر سكنديوم، ثم عنصر التيتانيوم، ثم عنصر الفانديوم، ثم عنصر الكروم، ثم عنصر المنجنيز، ثم عنصر الحديد، عنصر الكوبالت، النيكل، عنصر النحاس، ثم الخرسين 30. دي عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، عناصر الـ 3D. العناصر دي بتقع بنقول في 10 صفوف رأسية بثمانية مجموعات. عشان أتكلم عن المجموعات، فأنا طبعا كل الكلام ده أنا واخداه في سنة تانية، فحلاقي إن أنا هنا بقع في المجموعة 3B، ثم المجموعة 4B، 5B، 6B، 7B، ثم عندي هنا بلاقي التلات عناصر دول، والتلات عناصر دول بتنتهي الدي يا إما بستة يا إما سبعة يا إما تمانية، بسميهم هنا عندي مجموعة تامنة. طيب مجموعة تامنة ليه؟ مجموعة تامنة لأنها متشابهة في الخواص الكيميائية أفقيا أعلى من رأسيا، والخاصية دي هتفيدني في طريقة عمل وصناعة السبائك، ودرس السبائك موجود عندي في الباب إن شاء الله في آخر الباب. لما اجي اتكلم على باقي المجموعات، عندي فلزات العملة، فلزات العملة دي شاذة في تركيبها الالكتروني بقول عليها 1B، وعندي الزد ان بقول عليه 2B. المجموعات دي هنعرف مدى اهميتها لما هبتدي ان انا اعمل توزيع الكتروني. التوزيع الالكتروني ببتدي باول عنصر،
لو انا ابتديت بعنصر هنا السكنجو 21 هقرب اكيد لاقرب غاز خامل، وكل الطلبه عارفين الكلام ده طبعا. 18 الفور اس 2 ثم الثري دي طبعا عندي واحد الكترون. وانا بوزع طبعا اكيد التوزيع اللي انا عملته ده عملته تبعا لمبدا البناء التصاعدي وخدته في سنه تانية. اجي هنا بقى هوزع توزيع تبعا لقاعده هوند. قاعده هوند بوزع اوربيتالات الدي، فانا في اوربيتالات الدي معايا خمس اوربيتالات، هوزع الالكترون المفرد اللي موجود في الدي. هوزع الالكترون ازاي؟ اكيد تبعا لقاعده هوند. تملا المستويات او تملا اولا هنا الاوربيتالات فرادي اولا قبل ان تزدوج، يبقى انا هنا هضع الالكترون. وما انساش ابدا ان انا الالكترون اللي انا هضعه راس السهم الاعلى. ليه راس السهم الاعلى؟ لان ده افضل للذره من حيث الطاقه والاستقرار. هفضل هنا اوزع فرادي، هاجي هنا التيتانيوم 22 الفانديوم 23 الى ان اصل الى المنجنيز 25. لما وصلت هنا للام ان اهو 25، فانا هنا وصلت للفرادي اخر هنا عدد في الالكترونات المفرده لاعلى، هبص الاقي ان انا عندي هنا خمس الكترونات. نفس الكلام هوزع داخل الاوربيتالات، داخل اوربيتالات الدي هوزع الخمس الكترونات. هوزع الخمس الكترونات زي ما اتفقنا، بوزع ايه؟ بوزع فرادي. يبقى انا الخمسه هوزع، ادي اول الكترون، ادي تاني الكترون، تلاته اربعه خمسه تبعا لقاعده هوند. هبتدي في حاله الازدواج وتقل عدد الالكترونات المفرده بدايه من اول الحديد الى الزد ان. تعال نشوف كده، هوصل للزد ان، ان انا في الزد ان هنا اهو ادي الزد ان 30. نفس الكلام هقرب لاقرب غاز خامل اهو، ومعايا الفور اس ب2 ثم ال3 دي ب10 الكترونات. نشوف هنوزع ال10 ازاي. طبعا اكيد كلنا عارفين هوزع ال10 بنفس الطريقه، هوزع ال10 الكترونات اهو، انا هوزع تبعا لقاعده هوند زي ما القاعده بتقول لي بالظبط. هوزع ازاي؟ هوزع الالكترونات فرادي، يبقى ادي 1 2 3 4 5. ها وانا راجعه وانا بزوج بعمل الزواج، الالكترون ليه مجال مغناطيسي معاكس، يبقى عندي هنا اهو هبتدي على طول ادي اوزع بالشكل ده. وانا بوزع باجي هنا بتكلم على الالكترونات بعد لما وزعتها. لما جيت وزعت فباجي اقول لك ده انا عندي عنصرين بيشذوا في التركيب الالكتروني عن توزيع الثري دي كله. مين العناصر اللي بتشذ؟ معايا عنصر زي عنصر الكروم، وعندي عنصر زي عنصر النحاس. ليه بيشذوا في التوزيع الالكتروني؟ طب نفهم كده، بيشذوا في التوزيع الالكتروني لان انا عندي حالات استقرار للذره. حالات الاستقرار اللي انا بتكلم عليها عندما يكون المستوى الفرعي دي ممتلئ تماما، يعني 10 الكترونات او نصف ممتلئ، بنقول دي حالات استقرار للذره. يبقى اجي كده افكر نفسي، والكلام ده احنا واخدينه في سنه تانية، بفكر نفسي ان انا عندي حالات اسمها حالات الاستقرار. حالات الاستقرار اللي انا بتكلم عليها ببص الاقي ان انا عندي ايه؟ عندي هنا الدي يا اما عندها 10 الكترونات، او الدي بيكون فيها 5 الكترونات، يا اما 10 اهو، يا اما فيها هنا بنقول 5 الكترونات، يا اما ممتلئ يا اما نصف ممتلئ. طب تعال نوزع كده. بالنسبه لي هنا النحاس او الكروم، لو انا جيت وزعت الكروم هلاقي الكروم ب 24، الاقي الاي ار اهي 18، ثم الفور اس عندي لو حطيت 2 الكترون الثري دي هيبقى فيها 4، يبقى باقي لي الكترون واوصل لحاله الاستقرار. اعمل ايه؟ هنقل الكترون من الاس للدي. طب لما نقلت الكترون من الاس للدي هل الاس اتاثرت؟ لا، نصف ممتلئ، لان كلنا عارفين ان الاس اصلا بتمتلئ باتنين الكترون. طيب الدي بقى وصلت لحاله الاستقرار، عشان كده بنقول عليه من العناصر هنا الشاذه، الاتنين اصبحوا نصف ممتلئ، يعني حاله من حالات الاستقرار. ثم هوزع عنصر النحاس اهو من العناصر الشاذه، مش هو لوحده، هو في ذات العمله كلهم من العناصر بنقول الشاذه. معايا الاي ار 18 ثم الفور اس، هلاقي نفسي هنقل الكترون من الاس على الثري دي حتى يصبح الدي ب 10 الكترونات، اي حاله من حالات الاستقرار. يبقى هنا ممتلئ وهنا نصف ممتلئ، يعني الاثنين من حالات الاستقرار، دي حالات الشاذه، الحالات الخاصه عندي هنا في عناصر طبعا
العناصر الانتقالية الرئيسية. لما اجي اتكلم هنا عن العناصر، حاجة اقول لك ان انا باجي اعمل حاجة اسمها حالات التأكسد. يعني ايه حالات تأكسد؟ حالات تأكسد يعني افقد الكترونات. طب يا ترى افقد من الاس ولا افقد من الدي؟ اكيد هفقد من الاس. طب ليه الاس؟ عشان الاس هي المستوى الابعد عن النواة، فسهل ان انا افقد منه الكترونات. بفقد ازاي؟ ما انا بدي طاقة، والطاقة دي قلنا عليها في سنة تانية جهد تأين، الطاقة اللازمة لفصل اقل الالكترونات ارتباطا بالذرة المفردة. اذا انا وانا بفقد هفقد من الفور اس، عشان الفور اس هي الابعد. انا طبعا موزعة هنا تبعا لمبدأ البناء التصاعدي، تملى المستويات الفرعية المنخفضة في الطاقة اولا ثم الاعلى. لكن طبعا لما هفقد هفقد من الاس. مين اللي يفقد من الاس؟ طب ما ناخد مثال كده عشان نفهم الكلام اللي احنا قلناه. هاخد مثال وليكن عندي هنا عنصر زي الحديد، وانا بشتغل على الحديد، الحديد اهو والباب كله طبعا يخصني هنا عنصر الحديد. فاجي اقول لك ان انا عندي الاي ار اهي 18 والفور اس هتبقى ب2 وال3 دي طبعا اكيد هنا ب6. اجي اقدر ان انا افقد؟ اه هفقد. هقدر اعمل ايه؟ موجب 2. يعني ايه موجب 2؟ يعني افقد 2 الكترون. افقد منين؟ هفقد اكيد من الاس زي ما اتفقنا. يبقى ادي الاي ار اهي 18، الفور اس بزيرو، ثم الثري دي طبعا هنا هتبقى ب6 عشان انا فقدت الاثنين فقط اللي هنا في بنقول الدي في الاس. لما اجي اعمل هنا اف اي موجب 3، اقدر اعمل موجب 3، ده سرعان ما هيعمل موجب 3. ليه موجب 3؟ هقول لك انا بفقد من الذره الاصليه، يبقى هنا كده زيرو، وال3 دي هتصبح ب5. طب وما تصبح ب5 قلنا ايه؟ تبقى حاله من حالات ايه؟ الاستقرار. يبقى اجي هنا عند الحديد اقول لك ده سرعان ما بيتحول من موجب 2 لموجب 3، عشان هنا بقول لك يسهل. يسهل يعني للوصول لحاله الاستقرار. انا عملت هنا نصف ممتلئ، يعني حاله من حالات الاستقرار. طب اقدر اعمل كده مع الام ان؟ اقدر. طب نشوف كده هقدر ايه؟ حاجه اقول لك الام ان اهو. تعال نبص كده على الام ان. عايز اعمل موجب 2، طالما هعمل موجب 2 اتفقنا نفقد من مين؟ من الاس طبعا. يبقى اجي هنا لان الاس زي ما قلنا هي الابعد عن النواه اهي. يبقى الفور اس بزيرو وال3 دي هتصبح ب5 زي ما هي. طب يلا نعمل كده ام ان، هنقول عليها هنا بنقول موجب 3. هل اقدر ان انا اعمل ام ان موجب 3؟ بقول صعب بس ما قلتش مستحيل. موجب هنا بقول كده 3، يبقى بقول يصعب. طب ليه يصعب؟ لان انا كنت وصلت لحاله استقرار. معنى ان انا اعمل المنجنيز موجب 3، يبقى انا كده بقلل من حاله الاستقرار، وانا كل شغلي بسعى للوصول لحاله الاستقرار. طب تعال نبص كده، جميع العناصر الانتقاليه تعمل لي حاله تاكسد موجب 2. جميع العناصر الانتقاليه تعمل حاله تاكسد موجب 2 بس بشروط. طب الشروط اللي عندي، تعال نعمل السكاندوم اهو. السكاندوم ده اللي هو عندي هعمله موجب 2 ونشوف. لو عملته موجب 2 فرضا، واجي اقول زيه زي بقيه العناصر اهي الانتقاليه، يبقى الفور اس بزيرو وال3 دي هيبقى فيها واحد الكترون؟ اكيد لا. ليه لا؟ لان هو افضل له يبقى موجب 3. كل العناصر الانتقاليه تعمل لي حاله تاكسد موجب 2 ما عدا السكاندوم يعمل موجب 3 على طول. ليه موجب 3؟ ها؟ عشان تصبح ايه بقى؟ تصبح عندي هنا موجب 3 حتى يصبح المستوى الفرعي دي فارغ تماما، يعني برضو من حالات الاستقرار. يقدر السكاندوم يعمل حاله تاكسد اهي موجب 4؟ لا بقى، ده انا شلت هنا الاس وشلت الدي، يبقى انا باقي لي الاي ار، والاي ار ده طبعا غاز خامل استقرار نظامه الذري. يبقى هنا ما اقدرش ان انا اعمل موجب 4. طب تعالى هنا للزد ان. الزد ان بقى يقدر يعمل، الزد ان يقدر يعمل موجب هنا 2؟ اه طبعا يقدر. موجب 2 يعني هيفقد 2 الكترون اللي موجودين طبعا اكيد في الاس، خلاص اتفقنا عشان الاس هي الابعد عن النواه. ثم الثري دي، الثري دي هتصبح ب10. تمام؟ اقدر اعمل له اكتر من موجب 2؟ لا. لا ليه؟ لان انا عندي قاعده. طب القاعده بتقول لك ايه؟ بتقول لي كده حالة التأكسد لا تتعدى رقم المجموعة، حالات التأكسد لا تتعدى رقم المجموعة. طب نيجي معنى كلامي، بص بقى هنا السكاندوم اهو مجموعته 3 بي اهو عمل حالة تأكسد موجب 3. هبص الاقي كل واحد هنا من العناصر
بنقول حالة تأكسده تتوافق مع رقم المجموعة. إذا أعلى حالة تأكسد للمنجنيز هنا موجب 7، ده حالة تأكسد المنجنيز، يعني بشيل الاتنين اللي في الإس والخمسة هنا اللي في الدي. ومع ذلك هنا قلت صعب، بس احنا ما قلناش مستحيل، يعني يقدر يعمل لحد حالة تأكسد موجب 7. طب نشوف كده العناصر اللي هي المجموعة التامنة. المجموعة التامنة هل عملت لي هنا زي الحديد عمل لي حالة تأكسد طبعا موجب 8؟ أكيد لأ. ليه لأ؟ لأن أنا هنا العناصر اللي قدامي دي عناصر بنقول عليها من العناصر المجموعة التامنة، لا تظهر حالة تأكسد تدل على خروج جميع الإلكترونات. وهنعرف أكيد ليه وإحنا بنتكلم على الخواص. لما أنا اشتغلت كده جيت قلت لك إن أنا هنا بحدد أبص على الزد إن، معنى كده إن الزد إن ومجموعته كلها اللي أنا بتكلم عليها أقصى حالة تأكسد ليها موجب 2. طيب لو جينا قلنا إن أنا عندي هنا بتكلم على تعريف العنصر الانتقالي، وكلنا عارفين الكلام ده، يعني إيه عنصر انتقالي؟ العنصر الانتقالي هو العنصر اللي بيكون فيه أوربيتالات الإف والدي، بس إحنا مختصين طبعا بدراسة طبعا الدي. هو العنصر اللي بيكون فيه أوربيتالات الإف والدي مشغولة بالإلكترونات وليست ممتلئة، مشغولة وليست ممتلئة. طب تعالى نرجع للي إحنا قلناه، معنى كده إن أنا عندي السكندوم هنا ممتلئ ولا مشغول؟ أكيد مشغول، لأنه عشان يمتلئ يمتلئ بعشر إلكترونات، يبقى أكيد مشغول. يبقى أنا حاجة أقول طالما أنت مشغول يبقى هنا عنصر بقول عليه انتقالي بلا كلام، أهو عنصر انتقالي. طب تعالى هنا الام ان، أكيد طبعا مشغول، مشغول وليس ممتلئ، يبقى إذن هنا انتقالي. أجي أتكلم هنا على عنصر الزد ان، يا ترى انتقالي أم غير؟ هقول لك العنصر إيه؟ لا غير انتقالي، الدي بتاعته ممتلئة تماما بالإلكترونات، طالما ممتلئة يبقى هنا على طول بقول غير انتقالي. وغير انتقالي فين؟ ده في حالته الذرية وأقصى حالة من حالات تأكسده، لأن تعريف العنصر الانتقالي تاني هو العنصر اللي بتكون فيه أوربيتالات الإف ودي مشغولة، يعني فيها من 1 لـ9 إلكترونات وليست ممتلئة، سواء في الحالة الذرية أو أقصى حالات تأكسدها. طب بص على الزد إن، في الحالة الذرية ممتلئ، طب وفي حالة تأكسد موجب 2 برضو ممتلئ، يبقى هنا بقول عليه برضو غير انتقالي، يبقى في الحالتين غير انتقالي. تمام. طب تعال نبص كده على الحديد، لا ده الحديد مشغول في جميع حالاته، مشغول وليس ممتلئ، يبقى في جميع الحالات بنقول عليه انتقالي، في حالة الذرية، في حالة طبعا هنا موجب 2، في حالة موجب 3. في جميع الأحوال الحديد طبعا من أهم العناصر الانتقالية بالنسبة لي، في جميع الحالات بنقول انتقالي، أهو آدي الحديد انتقالي. طيب تعال نشوف بقى، احنا قلنا لا تتعدى حالة التأكسد رقم المجموعة، لكن عندي عناصر شاذة زي فلزات العملة. مين فلزات العملة؟ فلزات العملة اللي هي عندي النحاس، عندي طبعا أكيد الفضة، عندي كمان هنا الذهب، دول بالنسبة لي بقول عليهم فلزات العملة. فلزات العملة دي عناصر انتقالية، لأن لو عملت لها حالة تأكسد موجب 2 أو موجب 3 المستوى الفرعي دي هيكون مشغول وليس ممتلئ. طب ما النحاس أهو، تعال نشوف كده، لو أنا جيت اتكلمت على النحاس، النحاس السيو موجب هنا 2، موجب 2 يعني أنا هنا هفقد زي ما اتفقنا من الفور إس، يبقى الفور إس هتبقى في 0 والثري دي هتبقى عندي هنا هفقد 2 الكترون، فقدت 1 من الاس وافقد 1 هنا من الدي، هتبقى الدي ب9 الكترونات، يعني اصبح مشغول وليس ممتلئ. يبقى في حاله تاكسد موجب 2 او موجب 3 هقول عليه هنا انتقالي، بنقول عليه انتقالي. ده اللي كان التركيب الالكتروني للعناصر الانتقاليه بسلسله انتقاليه اولى. طبعا عندي احنا قلنا الزد انه غير انتقالي، هو لوحده لا، ده هو ومجموعته. مين مجموعته دول؟ مجموعته اللي موجودة عندي، عندي هنا الكادميوم 48، وعندي كمان هنا الزئبق أكيد 80. كل المجموعة دي عناصر غير انتقالية. أو ما أنا سألك بقى وأقولك، هي العناصر الانتقالية عندي الرئيسية في الجدول الدوري كم عنصر؟ هنفتكر كده إن أنا معايا 4 سلاسل، أنا بشرح 3D، لكن أنا معايا 4 سلاسل هنا أفقية لعناصر هنا الفئة دي. الأربع سلاسل هنا الأفقية كل التو بي عناصر غير انتقالية، يعني معنى كده السلسلة فيها 9 فقط انتقالي، فأربع سلاسل يبقى معايا 36 عنصر
بنقول هنا انتقالي رئيسي في الجدول الدوري كله 36 عنصر. المجموعة الثامنة اللي فيها الدي بتنتهي بست الكترونات او سبعة او تمانية بقول عليها مجموعة تامنة. المجموعة التامنة دي موجودة في الاربع سلاسل، والاربع سلاسل كل سلسلة فيها ثلاث عناصر، اذا معايا المجموعة التامنة 12 عنصر بنقول في المجموعة التامنة. يبقى العناصر الانتقالية الرئيسية كلها في الجدول 36 عنصر، 12 منهم بيكونوا طبعا في المجموعة التامنة اللي انا قلته كله التركيب الالكتروني للعناصر الانتقالية. بنقول كمان ان انا هتكلم على الخواص العامة، والخواص العامة للعناصر الانتقالية مهمة جدا، ودي بتعتمد على طالب فهم، عشان كده نفهمها مع بعض. اول حاجة انا هتكلم عليها اكيد انا هحدد اللي احنا هنتكلم عليهم الخواص كلها، وانا معاك هنحل، هتبص تلاقي الدنيا اسهل كتير جدا. تعال نشوف اول خاصية انا هتكلم عليها من الخواص. الخاصية الاولى اللي هي بقول عليها الكتلة الذرية. الكتلة الذرية وانا بشتغل على الكتلة الذرية باجي اقول لك ايه، تعال نمشي كده من اول المجموعة. الكتلة الذرية اهي، انا بادئه من اول هنا، اول عنصر عندي من اول السكندوم الى عنصر هنا على طول النحاس، وهقف. وقفنا ليه عند النحاس؟ ليه ما خدتش الزد ان؟ انا قلت لك ايه، قلت لك التو بي دي عناصر غير انتقالية لانها ممتلئة سواء في حالتها الذرية او اقصى حالات تاكسدها. التو بي كلها، كل المجموعة انا شلتها من العناصر طبعا الانتقالية، ولكن احنا حطينا عشان تركيبها الالكتروني وضعها هنا. تمام، هبص كده على الكتلة الذرية. هتيجي تقول لي الكتلة ايه؟ هقول لك بتزيد طبعا، بزيادة العدد الذري تزداد الكتلة، بنقول كده اهي الذرية. الكتلة الذرية بتزيد، بس عندي حالة خاصة، عندي حالة شاذة. مين الحالة الشاذة بقى اللي عندي؟ عندي مين؟ عندي النيكل. بيشذ عندي في مين؟ بيشذ طبعا هنا بنقول في الكتلة الذرية. طب ليه؟ لأن ليه هنا بنقول خمس نظائر. كلمة نظائر خدناها في سنة أولى ثانوي، إن العنصر هنا ليه أكتر من صورة تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي تبعا لاختلاف النيترونات. إذا هو ليه خمس نظائر، الخمس نظائر دي ليهم متوسط حسابي، يعني مجموع الكتل بتاعتي متوسطهم الحسابي هيكون إيه؟ هاجي أقول لك كده المتوسط الحسابي بتاعها، بقول ليه خمس نظائر زي ما بنقول متوسطها الحسابي، بنقول 58.7 يو، يعني وحدة كتل ذرية. بنيجي نشوف ان احنا واما بنيجي نتكلم على تاني خاصية، يبقى احنا اتكلمنا على الخاصية الاولى الكتلة الذرية بتزيد بزيادة العدد الذري، بنقول فيما عدا النيكل لان ليه خمس نظائر متوسطه الحسابي 58.7. بنيجي نتكلم عن تاني خاصية وهي تهمني في الصناعة تماما، يعني الصناعات قايمة عليها خاصية هنا الحجم الذري. يعني ايه الحجم الذري؟ حجم ذري يعني نص القطر او القطر، حجم الذرة. الحجم الذري هنا احنا واخدينه في سنة تانية ان هنا بنقول بيقل في الدورات الافقية بيقل، بس انا هنا هيقل نق نصف القطر الى الكروم وقف. طب وبعد كده هيحدث نوع من الثبات النسبي، بيبتدي هنا نوع من الثبات النسبي. الثبات النسبي اللي بيحدث ده هيحدث ليه؟ لوجود عاملين متضادين. يبقى ناخد بالنا كده، بيحدث ثبات نسبي في الحجم على طول، الثبات النسبي بيرجع لوجود عاملين متضادين، عامل بيعمل على زيادة نق وعامل يعمل على نقص نق. العاملين دول مين؟ يعني هنا بنقول على طول كده الحجم الذري، يعني بتكلمين عن ايه؟ بتكلمين عن ثبات نسبي، ثبات نسبي في الحجم. الثبات النسبي هستخدمه في الصناعة في عمل السبائك. السبائك قلنا درس موجود عندي هنا في الباب. لما اجي اتكلم هنا على الثبات النسبي قلنا مع بعض بيرجع لوجود عاملين، عامل يعمل على زيادة نق وعامل يعمل هنا على نقص نق. طب مين اللي بيزود لي نص القطر؟ زيادة عدد الإلكترونات، وأنا ماشية عدد الإلكترونات بتزيد في الدورة، يبقى زيادة عدد الإلكترونات وبالتالي تزداد قوة التنافر بين الإلكترونات. طالما زادت قوة التنافر يبقى بيزيد عندي هنا نصف القطر. يبقى بنيجي تاني كده بنقول معنى ان انا بزود نصف القطر بسبب زيادة عدد الالكترونات، بزود عدد الالكترونات عندي يبقى هيزيد نق. طب ونقص نق؟
بيرجع لإيه؟ بيرجع عندي هنا لزيادة بنقول الشحنة الفعالة. الشحنة الفعالة مين؟ الشحنة الفعالة دي اللي هي شحنة أو قوة جذب النواة للإلكترونات. أنا معايا عاملين متضادين، واحد بيزود في نصف القطر والتاني بيقلل في نص القطر، يبقى نص القطر هنا ثابت. صناعات السبائك قايمة على فكرة الحجم الذري، يبقى تاني كده الحجم الذري تتميز جميع العناصر الانتقالية بنقول بالثبات النسبي في الحجم. الثبات النسبي لوجود عاملين متضادين، عامل يعمل على زيادة نصف القطر اللي هو زيادة عدد الإلكترونات اللي هيؤدي لزيادة قوة التنافر، عامل يعمل على نقص نصف القطر اللي هو زيادة الشحنة الفعالة اللي بتزود قوة جذب النواة للإلكترونات. جزء بيزود، جزء بيقلل نص قطر، نص قطر هنا بيبقى عنده نوع من الثبات النسبي. الخاصية الثالثة معظمها كلنا عارفينها. ايه الخاصية الثالثة اللي انا هتكلم عليها؟ هتكلم على الصفة الفلزية. ده انا بتكلم على مين؟ بتكلم على عناصر الفئة دي. عناصر الفئة دي طبعا فلزات وفلزات نموذجية كمان. الصفة هنا بنقول الفلزية، كلنا عارفين معلوماتنا العادية. اي فلز ليها بريق ولمعان جاي توصيل الحرارة والكهرباء. وطبعا انا اللي يخصنا بقى احنا هنا السنة دي باجي اتكلم عن ايه؟ باجي اتكلم هنا على النشاط، متباينة النشاط. يعني ايه متباينة النشاط؟ يعني مختلفة. بالعربي كلمة متباينة النشاط يعني هنا مختلفة. المختلفة دي ازاي يعني؟ هقول لك السكنديوم ده اول عنصر، هقول لك ده ايه؟ ده اعلى واحد فيهم اعلى نشاطا. معلوماتي هنا القديمة، اعلى نشاط ليه؟ اكيد بيحل محل هيدروجين المية، وهو فعلا بيحل محل هيدروجين الماء ويتفاعل مع الماء بعنف. طيب ابص كده على الحديد، الحديد ده الحديد هنا متوسط النشاط، الحديد اللي هو الباب كله قايم عليه يبقى متوسط النشاط. طبعا الحديد متوسط النشاط. طبعا انا مش عايزه امسح طبعا هنا ايه علشان كلنا نبقى شايفين معظم المعلومات قدامي اهي، فبنقول عليها متوسط طبعا اكيد النشاط. طيب نشوف مع بعض كده النحاس. هلاقي النحاس هنا ده انت كنت عنصر شاذ، وبالتالي كمان انت هنا من العناصر اللي بنقول عليها اقل نشاطا او بنقول محدودة النشاط. محدود النشاط النحاس ليه؟ برضو معلوماتك. النحاس في المتسلسلة بيقع اسفل مين؟ بيقع تحت الهيدروجين، يبقى لا يحل محل هيدروجين اكيد الماء. عكس السكنديوم قلت لك هيتفاعل مع الماء بعنف يبقى اكثر نشاط. الاقي الحديد متوسط النشاط، ده الباب الرابع. الباب الرابع بيكلمني على الحديد ان هو ايه؟ بيصدأ بعد فتره بس في الهواء الرطب. هلاقي النحاس اقل نشاطا. ليه؟ لان النحاس هنا بنقول بيلي الهيدروجين، وبالتالي طبعا بنقول لا يحل محل الهيدروجين. بنيجي نتكلم ضمن الصفه الفلزيه، بكلمك على الكثافه. كلمني على الكثافه. طب ما انا قايله لك الكتله بتزيد. طب وطالما الكتله بتزيد ما احنا طول عمرنا دارسين الكثافه بتساوي الكتله على الحجم. طب ما انا قايله لك الكثافه هنا بتزيد، الكتله بتزيد، يبقى هنا هكتب واكمل وتزداد الكثافه. التناسب هنا بيكون طردي ما بين الكتله الذريه وما بين الكثافه مع ثبوت مين؟ الحجم. الكثافه كتله على حجم، الحجم ثابت والكثافة هنا تتناسب طرديا مع الكتلة. طب الكتلة من الأول بتزيد يبقى الكثافة كمان بتزيد. طب لو أنا سألت كده نفسي سؤال، هل كثافة التيتانيوم أكبر ولا كثافة الحديد؟ أكيد الحديد، لأن وأنا ماشية كده الكتلة هنا بتزيد وبالتالي هتزداد معاها الكثافة. طب نشوف كمان إن أنا لو بتكلم هنا على إيه؟ بتكلم طبعا هنا على الخاصية اللي هي درجة الانصهار ودرجة الغليان للعناصر الانتقالية مرتفعة جدا. درجة الانصهار هنا بنقول والغليان مرتفع. مرتفع. مرتفع ليه؟ اوعى تنسى ان انت عندك الكترونات الاس والدي، الاتنين متقاربين في الطاقة، الاتنين بيشتركوا مع بعض في تكوين رابطة. الرابطة اللي بتتكون دي الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية بتتكون نتيجة اشتراك الكترونات الاس والدي في تكوين الرابطة الفلزية. يبقى درجة الانصهار ودرجة الغليان مرتفع جدا للعناصر الانتقالية بسبب اشتراك الكترونات الاس والدي في تكوين الرابطة الفلزية. تعال نشوف الخاصية دي بقى. لا نفهم
الخاصية دي ايه؟ الخاصية دي الخاصية البرا والديامغنطسية، يعني بتكلميني عن الخاصية المغناطيسية. نبص كده اهي الخاصية المغناطيسية. الخاصية المغناطيسية اللي انا هتكلم عليها، ايه الخاصية المغناطيسية دي؟ الخاصية المغناطيسية اللي احنا هنتكلم عليها نقولها ببساطة، بنقول الذرة اللي هيكون عندها الكترونات مفردة هتتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي. ليه؟ ما هو الالكترون هو بيدور داخل الاوربيتال عنده مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي هو معاه لوحده، ما عندوش الكترون مشترك معاه، يبقى اذا هيعمل ايه؟ هيعمل تجاذب هنا مع المجال المغناطيسي الخارجي. طب لما يعمل تجاذب وعندي الكترونات مفرده هقول على الماده دي ايه؟ هقول عليها باره مغناطيسيه. يبقى تاني بقى بنقول كده، بحدد في الخاصيه المغناطيسيه، عندي ماده بقول عليها باره مغناطيسيه وعندي ضايه مغناطيسيه. باره مغناطيسيه يعني ايه؟ يعني عندي الكترونات مفرده، وجود على طول الكترونات مفرده. طب والضايه؟ الضايه هنا جميع الالكترونات مزدوجه في حاله ازدواج. طب نشوف بقى، انا موزعه هنا وبالتالي هعرف اشتغل، يعني مش محتاجه اوزع تاني. تعالى نقول بقى مع بعض، احنا قلنا ايه؟ قلنا ده انتقالي عشان عنده الكترونات مفرده، وانا لسه قايله لك اللي عنده الكترونات مفرده هقول عليه ايه؟ هقول عليه باره ولا ضايع؟ هقول عليه باره. يبقى هنا هقول ايه؟ هقول ان انا عندي السكنجو هنا عندك الكترونات مفرده؟ طبعا، يبقى انا باره مغناطيسيه. طب وانا باره مغناطيسيه عندي قيمه عزم، يعني ايه عزم؟ يعني بعد الالكترونات المفرده اللي موجوده في الدي، يبقى انا باره. خلاص يبقى كده انا عندي عزم. العزم اللي موجود عندي هيبقى بكام؟ العزم هنا على طول اهو، العزم عد الالكترونات المفرده، هعد الالكترونات المفرده معايا الكترون مفرد واحد. طب نبص كده على اي عنصر تاني، هبص هنا على مثلا هنا الام ان، قلنا انتقالي من غير ما افكر، ده انتقالي، وطالما انت انتقالي يبقى انت باره مغناطيسيه، يبقى انت عندك عزم. العزم يعني بعد الالكترونات المفرده، معايا كام الكترون مفرد؟ خمسه، يبقى العزم بخمسه، وهكذا. تعال نبص كده، لو انا خدت مثلا رحت على عنصر هنا زي الزد ان من غير ما اتكلم، ده غير انتقالي. طالما غير انتقالي يبقى انت جميع الالكترونات في حاله الزواج، وطالما جميع الالكترونات في حاله الزواج يبقى انا ما عنديش الكترونات مفرده، وطالما ما عنديش الكترونات مفرده انا باره ولا ضايع؟ اكيد ضايع. يبقى انا هنا على طول غير انتقالي، وطالما غير انتقالي يبقى انا هقول انا هنا ضايع مغناطيسيه، وطالما ضايع يبقى هنا العزم بتاعي، احنا قلنا العزم عدد الالكترونات المفرده. تعالى نعد الالكترونات المفرده، مفيش، ده انت من الاول قايله ان هو غير انتقالي، ضايع مغناطيسيه، والعزم هنا هيساوي ايه؟ العزم هيساوي صفر، ما عنديش الكترونات مفرده. طب ايه رايك بقى في هنا في مثلا كده ايه؟ اي عنصر من اللي عندي، لو جينا وزعنا اي عنصر من اللي عندي مثلا زي السكنديوم هنا موجب 3، موجب 3 ده هنا ما عندوش الكترونات مفرده، فقلنا عليه غير انتقالي. قلنا عليه هقول ضايع مغناطيسيه، طب والعزم هيساوي صفر. يبقى انا عندي حالتين بقى هنا للضايع. اذا كانت في حاله الزواج جميع الالكترونات او الدي خاليه، خاليه يعني فاضيه، وانا فضيتها طبعا بحاله من حالات التاكسد، يبقى باجي هنا فضيت حاله التاكسد الدي، يبقى معنى كده غير انتقالي، معنى كده ان هو ضايع، والعزم بتاعي بيكون بصفر. نفس الكلام زينك في حاله الزواج. فاصل قصير، تمام، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. بشرى هامة لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريبا سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج، وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقا للنظام الحديث، تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات
مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا لكم تاني مع الأستاذة صفاء أحمد. اتفضلي يا مستر. طبعا احنا اتكلمنا على خاصية البرا والضايع، بقي لي خاصيتين النهارده بس، هقول خاصية الألوان وهنخلي إن شاء الله خاصية طبعا هنا العوامل الحفازة إن شاء الله للحلقة الجاية، لأن طبعا احنا محتاجين نقولها بالتفصيل، لأن أنا عارفة معظم الطلبة ما بيعرفوش يحلوا مسائل اللي هي العوامل الحفازة ومنحنيات طاقة التنشيط، فهنقولها بالتفاعل الطردي والعكسي بكل هنا إيه بنقول أفكارها. بقي لي الخاصية الأخيرة اللي أنا هقولها النهارده اللي هي خاصية طبعا تنوع الألوان، وتنوع الألوان دي معلومة معظمنا عارفينها. ما بتكلم وأقول هنا إيه تنوع الألوان، طبعا الضوء الأبيض مكون من 7 ألوان، لو سقطت على أحد العناصر الانتقالية تحديدا، لو سقطت على أحد العناصر الانتقالية هتظهر هنا بنقول الألوان. إذا كانت نمرة 1، لو المادة امتصت جميع الألوان هتظهر لعيني باللون بنقول هنا إيه الأسود. تاني الضوء الأبيض مكون من 7 ألوان، إذا سقط الضوء الأبيض على أحد العناصر الانتقالية تحديدا هتظهر المادة قدامي باللون إيه؟ باللون الأسود. تمام. طيب إذا لم تمتص المادة أي لون من الألوان هتظهر لعيني باللون إيه؟ بالأبيض. طب إذا المادة امتصت أحد الألوان هتظهر بالعيني باللون إيه؟ المتمم. نقول تاني، لو أنا عندي هنا إيه العنصر الانتقالي المادة الانتقالية إذا امتصت جميع الألوان بتظهر هنا لعيني باللون إيه؟ باللون الأسود. إذا لم تمتص بتظهر لعيني باللون الأبيض. إذا امتصت أحد الألوان تظهر لعيني باللون المتمم. مثلا لو أنا فرضا عندي المادة هنا بنقول عندها إلكترونات مفردة، والمادة هنا امتصت عندي 7 ألوان، هنفترض 7 ألوان نزلوا أهم، 7 ألوان نازلين قدامي طبعا على أحد العناصر الانتقالية، المادة الانتقالية امتصت جميع الألوان، يبقى هنا تظهر لعيني باللون الأسود. إذا لم تمتص هتظهر أبيض. طب لو امتصت أحد الألوان، هي بتمتص أحد الألوان ليه؟ اشمعنى ده؟ لأن طاقته بتتفق مع طاقة إثارة الإلكترونات اللي موجودة المفردة داخل هنا العنصر الانتقالي. فمثلا لو المادة امتصت اللون بنقول كده الأحمر، والمادة امتصت اللون الأحمر تظهر لعيني باللون إيه؟ تظهر لعيني هنا باللون الأخضر، لأن اللون الأخضر هو اللون المتمم للون الأحمر والعكس. طب لو المادة امتصت اللون الأصفر ترد لعيني باللون إيه؟ البنفسجي. لو المادة امتصت اللون هنا بنقول الأزرق ترد لعيني باللون البرتقالي. إذن أنا هنا هشترك في إن المادة لو عندها عنصر انتقالي بنقول العنصر الانتقالي ده لو عنده إلكترونات مفردة يبقى على طول هقول ملون، والكلام أنا عاملاه هنضيف على طول، يبقى هنا عيلة كاملة انتقالي هيبقى بارة، هيبقى عنده عزم وعنده إلكترونات مفردة، خلاص عرفت هيبقى إيه بالنسبة لي، هيبقى ملون. غير انتقالي ضايع العزم بصفر، خلاص هيبقى غير ملون. انتقالي بارة العزم بعيد الإلكترونات المفردة 5، ملون. العيلة بتكتمل، عندي هنا غير انتقالي ضايع العزم بصفر وهيبقى كمان غير ملون. شوفوا الإلكترونات المفردة حددت إيه؟ حددت البارة والضايع، حددت إذا كان العنصر انتقالي أم لا، حددت كمان إذا كان العنصر هنا ملون أم غير ملون. طبعا إحنا النهاردة هنتوقف عند الجزء ده عشان طبعا باقي لي في الخواص، طبعا كل طلبتنا عارفين بان هنا العوامل الحفازه، وان شاء الله في الحلقه الجايه هنرتب ان احنا عشان اشرحها لكم بالتفصيل ونقدر ان احنا نلم كل مسائلها بكل افكارها.
تمام. احسنت يا استاذ حواء، اتفضلي يا فندم. يا ريت مخرجنا الجميل بقى يجهز لنا الاسئله اللي الاستاذه صفاء مجهزها لنا. نشوف مع بعض كده الصفحه رقم واحد. اتفضلي يا استاذه صفاء. لو احنا بنتكلم كده يحتوي الجدول الدوري الحديث هنا على ايه؟ على طبعا اكيد 36 عنصر انتقالي رئيسي، لان انا طبعا قلتها وانا بشرح، لان في اربع سلاسل، والاربع سلاسل هنا بنقول شايلين منها مجموعه اللي هي التو بي عناصر غير انتقاليه، يبقى معايا 36 عنصر. طبعا بيزداد حاله التاكسد بزياده العدد الذري من عنصر هنا موجود في المجموعه طبعا 3 بي لو انا فكر، الى المجموعه طبعا هنا 7 بي، يعني من اول السكنديوم الى هنا بنقول اللي هو المنجنيز. طبعا اقصى عدد من الالكترونات المفرده موجود فين؟ موجود في عنصر، لو انا بتكلم على السلسله بتاعتي يبقى انا هنا 3 دي بتكلم طبعا موجود هنا في الكروم، والكروم في المجموعه موجوده هنا ايه؟ الستة بي. حالة التأكسد موجب اتنين، موجب اتنين جعلت ان العنصر هنا اللي هو الشاز اللي هو فلزات العملة زي النحاس وزي الفضة وزي الذهب يكون عنده كام الكترون مفرد؟ ما انا عاملة هنا حالة تأكسد موجب اتنين وزعتها معاكم، هيكون عندي الكترون واحد مفرد فقط، لان لو خدنا النحاس كمثال وانا كنت موزعاه، النحاس عنده في الفور اس كان عنده واحد الكترون، ودي كانت مكتملة بعشر الكترونات. لما عملت حالة تأكسد موجب اتنين شلت الكترون الاس وشلت واحد من الدي، فأصبح الدي فيها تسعة مشغولة وليست ممتلئة. لما باجي أتكلم على المركبات البارة والضاية مغناطيسية اللي عنده الكترونات مفردة يا جماعة، قلنا عليه ايه؟ قلنا عليه بارة. الالكترونات في حالة ازدواج أو خالية تماما بقول عليها ضاية. طب هبص كده على العناصر الموجودة عندي، أنا لسه عاملة هنا أدي سيو سي ال 2، طبعا هنا السيو السي ال طبعا حالة تأكسده بسالب واحد بضربها في اتنين يبقى سالب اتنين، طبعا يبقى السيو المجموع الجبري لازم يكون بصفر، هيبقى بموجب اتنين. موجب اتنين احنا وزعناها لسه قايلاها كمان ان دي هتكون مشغولة وليس ممتلئة، اذا هو هيبقى بارة. اف اي سي ال طبعا عندي هنا 2 او 3 اي حاجة فيها اف اي هتكون طبعا اكيد هنا بنقول عليها بارة وكمان هتبقى ملونة. هبص الاقي سواء الثري او التو. انما تعالى بقى للسكنجوم هنا اللي هو ايه؟ ثالث كلوريد انا موزعاه، قلنا جميع العناصر الانتقاليه تعمل حاله تاكسد موجب 2 ما عدا السكنديوم موجب 3، بيصبح المستوى الفرع دي فارغ تماما من الالكترونات، فبيوصل لحاله الاستقرار، ولذلك الدي فارغه، اذا هي بنقول عليه ضايع وبنقول عليه غير ملون. فطبعا هنا عدا هيبقى طبعا اللي هي رقم د اللي هي كلوريد السكنديوم. هنشوف كده لو جينا شفنا الاسئله اللي وراها، لا اللي قبلها. رقم كام حضرتك محتاجه؟ رقم كام اللي قبل الاسئله دي؟ تمام. لو اجي اتكلم على هنا بنقول اللي هو الفلزات وانا بشوف حالات التاكسد، طبعا حالات التاكسد لسه قايله لك، كنت قايله لك ايه؟ ان الفور اس بتبقى فارغه تماما، ثم بعد ذلك ببتدي ادخل على 3 دي عشان الفور اس هي الابعد عن النواه. فهشوف كده هلاقي ان رقم جيم هي طبعا الاس هنا فارغه، وهلاقي طبعا الدي هنا بالنسبه لي بنقول فصلنا منها الكترونات، لكن الباقي كله الاس فيها الكترونات، ما ينفعش اعمل حاله تاكسد غير لما هنا بنقول الاس تكون فارغه ثم بدخل على الدي. لما بنيجي نتكلم في نهايه طبعا كل السلسله لسه قايله لك على انصاف الاقطار، انصاف الاقطار بتبتدي انها ثبات نسبي في الحجم، فبنقول هنا معناها ان بيبقى صعب ان انا افصل الكترون، قوه جذب الالكترونات بنقول طبعا النواه للالكترونات كبيره، ولذلك صعب افصل الكترون، علشان كده بنقول يبقى عندي هنا صعب تاكسده اللي هي رقم ج. لو جينا قلنا بتتميز هنا السلسله الانتقاليه الاولى بتعدد حالات تاكسدها، عندهم تعدد، انا ممكن اعمل موجب اتنين واكتر لجميع العناصر فيما عدا مين؟ السكنديوم. انا عملته لك، قلت لك بياخد حاله تاكسد موجب 3 حتى يصبح المستوى الفرعي دي فارغ تماما. لو اتكلمنا كمان مين معاه؟ الزد ان. هبص الاقي الزد ان برضه لا تتعدى حاله التاكسد رقم المجموعه، اقصى حاله تاكسد للخرسين موجب 2، يبقى السكنديوم ملوش الا موجب 3، والخرسين هنا موجب 2 اللي هي طبعا بالنسبه لي هتبقى رقم طبعا اكيد هنا ج. هلاقي بقى المركبات الاتيه باره وملونه ما عدا كده، احنا كررنا سؤالنا، هيبقى طبعا اللي هو قلنا رقم د. احسنت يا استاذ صفاء. ان شاء الله يعني في حلقه قادمه يعني اوعدكم ان انا هشرح
اللي هي النشاط الحفزي بالتفصيل، لان انا احب طلابي كلهم يعني طلب الثانويه العامه جميعا يعرفوا ازاي يحلوا في التفاعل الطردي والتفاعل العكسي، لان التفاعل الطردي والعكسي اصلا احنا هناخدهم في الباب الثالث، والعوامل الحفازه طبعا بناخدها باستفاضه في الباب الثالث، ولكن في الباب الاول بيبقى عباره عن جزء مسائل، فلازم يبقى عندهم خلفيه من هنا ومن هنا. هشرحه ان شاء الله بالتفصيل المره الجايه باذن الله. شرفتنا يا استاذه صفاء، ونتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه ان شاء الله. تمنياتنا القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريباً سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج، وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء.